بجسدي أمام البيت الذي فيه قبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كان البيت عليه باب وعلى الباب قفل. قال لهم: قفوا بجثماني على باب البيت الذي فيه قبر سيدنا محمد، وقولوا له: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا أبو بكر يستأذن في الدخول عليك. قال الصديق: فإن أذن لكم رسول الله فادفنوني في جواره، وإن لم يأذن فاذهبوا بجثماني إلى البقيع وادفنوني مع عموم المسلمين. قالوا: وما علامة الإذن يا صديق رسول الله؟ قال: علامة الإذن أن يفتح الباب من تلقاء نفسه. فوقفوا بجثمانه أمام البيت الذي فيه قبر الحبيب محمد اللهم صل عليه، وقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا أبو بكر يستأذن في الدخول عليك. قال: كل من شهد هذه الواقعة فسقط القفل من على الباب وفتح الباب. كما سمعتم أيها الكرام الفضلاء في هذه القصة المكذوبة الباطلة التي لا سند لها ولا زمام ولا خطام إلا في عقول هؤلاء المرضى من الصوفية القبورية، والذي ورد أن أبا بكر قد وصى أن يدفن بجور النبي عليه الصلاة والسلام كما صح من حديث عائشة عند الطبري. أما هذه القصة كلها مكذوبة وكلها قصص باطلة.